حلقة مش عادية مع ليلى عبد اللطيف. طب أنا مني شيختي، شو عم تجيبي سيرتنا؟ أنا بقلك يا من الآخر، نحن عقدتها هي حتتحاسب عند رب العالمين. مش ناوي على الخير. ولا أنا ناوي على الخير، وطقوا وموتوا. هي رد اعتبار لليلى عبد اللطيف؟ بعطيهم حقهم وبيعطوني حقي، ما حدا بيشتغل ببلاش، ما حدا. حلقة بتحط فيها النقاط على الحروف. أكبر أونطجي وزير، وأنت عرفت من هو الوزير. بعرف إذا بدك قول فيه قول اسمه. حقلك الماضي بتاعك والحاضر واللي رح يصير. وتوقعات جديدة وصادمة. توقعات محسوبة عليك. ايه توقع بس مأزي. ما بكمل الحكم. لا. مين بيستلم؟ رح تتفاجأ. والله ما بتقع وتموت وما حتعرفه. بتحديك تقولي ليلى وين؟ لا أكيد هذي بدي حقق أنا. المجهول مع رودولف هلال السبت 8:30 المساء على الـ LBCI.